زيارة تفقدية قام بها مدير التدريب الأساسي والتعبوي إلى مركز تدريب واسط برفقة آمري مراكز التدريب من أجل متابعة سير التدريب الدورة الأمر الإداري 166. تابعونا. اليوم بزيارة مركز تدريب واسط لزيارة وتفقد تدريب الدورة الأساسية للمراتب الملتحقين حديثا للأمر الإداري 166، وأيضا بصحبتي لهذه الزيارة آمري مراكز التدريب المتواجدين في جميع محافظات العراق للاطلاع على العملية التدريبية و تثبيت الملاحظات ما فات من الأيام الماضية من العملية التدريبية لهذه الدورة. تشرفنا من قبل سيد مدير التدريب الأساسي والتعبوي وأخوه آمري مراكز بزيارة مركز تدريب واسط لتفقد التدريب للمراتب الملتحقين ضمن الأمر الإداري 166. الأمر الإداري 166 يتميز هذا الأمر بكثرة الخريجين اللي التحقوا لهذا الأمر. تم إعداد المنهج على غرار الوصاية المطلوبة من قبل المراجع لرفع كفاءة هذه الدورة، وجعلهم من شخص مدني يتحول إلى شخص عصري وينتسب ويؤدي كافة المهام المطلوبة له. شرف مركز تدريب واسط السيد مدير التدريب الأساسي والتعبوي وضباط ومراكز المديرية التابعة لمدير التدريب الأساسي والتعبوي للاطلاع على مستوى التدريب العالي في داخل المركز للأمر الإداري 166 للتأكيد على الأمور الإدارية والتدريبية للمركز الخاص بالأمر الإداري 166 لرفع مستواهم القتالي والتدريبي في المركز. تشرفنا اليوم بزيارة السيد مدير التدريب الأساسي والتعبوي اللواء الركن سعد نعيم عبد الله المحترم في مركز تدريب واسط للاطلاع على سير العملية التدريبية لمنهج الدورة الحديثة للأمر الوزاري 165 و166، وسيتم تدريب لمدة 3 أشهر وفق منهج مخصص ومعد مسبقا، وسيتم توزيعهم على وحدات الجيش العراقي. تشرفنا اليوم بزيارة مركز تدريب واسط برفقة السيد المدير الأساسي والتعبوي وأمري مراكز التابعة للمديرية الأساسي والتعبوي، وذلك للوقوف على العملية التدريبية التي تخص الأمر الإداري 166 للمراتب الملتحقين حديثا. وتستمر زيارات المسؤولين في وزارة الدفاع إلى مراكز التدريب من أجل متابعة جودة التدريب والاهتمام بمفرداته المتعددة والتدرج فيه والاطلاع على شؤون المتطوعين الجدد الإدارية. من مركز تدريب واسط لإعلام وزارة الدفاع صباح الخزعلي.